انتشرت صورة على السوشيال ميديا للفنانة شريهان مع شقيقتيها المحجبتين جيهان وهويدا، والصورة عملت تفاعل كبير من المتابعين اللي اتكلموا عن الترابط القوي بين شريهان وشقيقتها. يا ترى مين هم شقيقات شريهان وايه سبب اختفائهم عن الساحة؟ تابعونا للنهاية. الفنانة شريهان من اكتر الفنانات اللي ليهم شعبية في الوسط الفني وبين الجماهير، فهي عبارة عن كوكتيل مواهب تمثيلية واستعراضية وأدائها تلقائي يدخل القلوب من غير استئذان. شريهان طول عمرها بعد حياتها الشخصية عن الجمهور، ولما بتتكلم بيكون كلامها عن شقيقها الراحل عمر خورشيد بس، عشان كده عائلتها مش معروفة لينا. ونشرت شريهان صورة جمعتها بشقيقتها جيهان وهويدا اللي اتفاجئنا انهم محجبتين وكانوا ماسكين بعضهم بايديهم، وكان باين عليهم الانسجام والسعادة، وعلقت على الصورة وقالت ربي يحفظكم لي. وتفاعل المتابعين على الصورة وقال بعضهم ربنا يديم الألفة والمحبة ومعاشرة الأخوة بينكم. كمان لفتت شريهان الأنظار بشعرها الطويل اللي غطى ظهرها بالكامل. والدة شريهان هي عواطف محمود هاشم، واضطرت انها تتجوز عرفي من الثري احمد عبد الفتاح الشلقاني عشان تحمي ابنها عمر خورشيد اللي كان مهدد بالخطر، لكن الجوازة دي زي ما حمت ابنها اتسببت في مأساة كبيرة لبنتها شريهان. عواطف اتجوزت لأول مرة من واحد اسمه احمد خورشيد وكان عمرها 17 سنة، وده لرغبتها في التمثيل، لكن بعد الجواز رفض خورشيد عملها وانجبت منه بنتها جيهان وابنها عمر خورشيد اللي بعد كده بقى اشهر عازف جيتار في العالم العربي. انفصلت عواطف عن احمد خورشيد عشان تتجوز احمد الشلقاني، لكن الجواز ده كان عرفي، والسبب ان ابنها عمر خورشيد في الوقت ده كان مريض وعنده داء اسمه حمى البحر المتوسط، وكان اول واحد يجيله في مصر، ولو اتجوزت بشكل رسمي كان ابنها يخش الجيش وتتعرض صحته للخطر، فاضطرت انها تتجوز عرفي. شريهان هي اللي دفعت ثمن جواز امها العرفي، فعمها المحامي علي الشلقاني رفض الاعتراف بيها وانكر نسبها، وده خلى شريهان تدخل ساحات المحاكم لمدة سنين عشان تثبت ابوه ابوها الشلقاني ليها، لغاية ما حصلت على حقها بعد صراع كبير جدا، ورغم كده اتخلت عن اسم والدها واختارت اسم الشهرة شريهان. طبعا العم عمل كل ده علشان يحرمها من الميراث، وبقت القضية دي من اشهر القضايا في الوقت ده، وكان من تفاصيلها الغريبة ان شريهان معرفتش مين ابوها، والاغرب بقى انها لما عرفت يوم وفاته، وكان عمرها في الوقت ده 11 سنة. شريهان شافت والدها لما كان بيزور امها عشان يديها مصاريفها، وعاتبت شريهان امها انها ما قالت لهاش، ودخلتها طرف في مشاكل هي ملهاش ذنب فيها. لما المحكمة حكمت لصالحها في قضية النسب كان عمر شريهان في الوقت ده 16 سنة، ويمكن القضية دي هي السبب اللي خلت شريهان تدرس القانون في كلية الحقوق، واكتر من مرة عبرت شريهان عن الالم والانكسار اللي تسببت فيه الازمة دي. العلاقة بين شريهان واخواتها من امها كانت علاقة كويسة جدا، خصوصا مع اخوها عمر خورشيد اللي تقريبا كان مسؤول عن تفاصيل حياتها، ويوم رحيله كان اصعب يوم في حياة شريهان، وصورها انتشرت بقوة وهي منهارة بشكل تام في جنازته، خصوصا وانه رحل في عز شبابه، وكانت في صور كتير بتجمعهم مع بعض وبتأكد العلاقة القوية اللي ما بينهم. مأساة شريهان ما وقفتش عند صدمة عمها وانكار نسبها او رحيل اخوها في عز الشباب، ولكن كترت لما تعرضت لوقعة كان ممكن تقضي على حياتها، وخرجت منها وهي عندها كسور في العمود الفقري، وبعدها اصابتها بالداء اللعين اللي فضلت تتعالج منه سنين طويلة، وبسببه بعدت عن الفن والاضواء لغاية ما رجعت بشكل غير اللي تعود عليه الجمهور، لكن بروح زي ما هي ما تغيرتش. اكتبوا لنا بقى انتم في التعليقات هل في شبه بين شريهان واخواتها؟